خلونا نروح لأخبار المحافظات وما حدث فيها من يعني أخبار بتهم بالتأكيد السادة المشاهدين. يمكن أولها تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للشواطئ في محافظة الإسكندرية، وكمان تم فتح منافذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة بمركزي بني مزار ومطاي في محافظة المنيا. كمان بنتكلم على المحافظات، وتم تشغيل 3 محطات مياه جديدة بمجمع القصاصين في الإسماعيلية، ومدينة القناطر الخيرية انضمت للشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة اليونسكو. المدن دي هي أسوان، الجيزة، الفيوم ودمياط، وأخبار تانية كتير وتفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي أعلنت فيها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لموسم صيف 2023، ونجدة المواطنين لالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ ب 48 ساعة. فأسوان أكدت المحافظة أنه تم تقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفوري في تنفيذ أول مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10,000 متر مربع وباستثمارات تصل ل 50 مليون جنيه. في الدقهلية أعلنت المحافظة عن تكثيف أعمال التطوير اللي بتتم في شارع الجيش من أمام استاد المنصورة وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلومتر، وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال قبل 30 يونيو القادم، بجانب العمل على سرعة الانتهاء من تركيب البوردرات والأنترلوك وتركيب النجيلة الخضراء. في المنيا تم افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تصل ل 230 جنيه للكيلوغرام في مركزي بني مزار ومطاي. في الإسماعيلية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدء التشغيل الفعلي لثلاث محطات مياه فائقة الترشيح، ليصل عدد محطات مجمع مياه القصاصين لتسع محطات تعمل بطاقة تصميمية 30,000 متر مكعب يومياً، وده للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بمركز ومدينة القصاصين والمناطق المجاورة، خاصة المناطق المرتفعة داخل الحيز العمراني. في كفر الشيخ عقدت مديرية الشباب والرياضة اختبارات انتقاء اللاعبات لكرة السلة للانضمام لمراكز التدريب الرياضية بالمحافظة تحت شعار هير وورلد لتوسيع قاعدة ممارسة الفتيات للعبة كرة السلة. في الأليوبية تم تدشين مشروع انضمام مدينة القناطر الخيرية للشبكة العالمية لمدن التعلم بهدف دعم الصناعة المحلية وتقليص حجم الاستيراد وتوفير فرص عمل من خلال تدريب الشباب والفتيات وتعيينهم بالمصانع المشتركة بالمبادرة في قطاع المستلزمات الطبية. في سوهاج أعلنت المحافظة الانتهاء من تبطين 122 ترعة بطول 474 كيلو و203 متر بنسبة تنفيذ أطوال 81.60% من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، وده بهدف ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري.